الواجب على المسلم في وقت الفتن أن يتجنبها وأن يبتعد عنها إلى أن تهدأ ولا يدخل فيها، هذا الواجب على المسلم. والأحزاب هذه والتكتلات قد تجر إلى شر وإلى فتنة وإلى اقتتال بما بينها، فالمسلم يتجنب الفتن مهما استطاع، يسأل الله العافية ويدعو للمسلمين بأن يفرج الله عنهم ويزيل عنهم هذه الفتنة وهذه الشدة. نعم.